ونزيد نعاود من فضلكم، راهي تونس في حاجة لكل أبنائها وكل بطبيعة نساها وبناتها، والحمد لله ثم نساء. وصدق الحبيب بورقيبة رحمه الله لما وحده شاف الاتجاه هذا، وبالرغم اللي ثم شكون سأله ما نقولش على شكون، قال له هذاك أولويتك سيد الرئيس، قال له اسكت، إذا كان ما نعملوش أنا حتى حد ما يعمله في بلاستي، وإذا كان ما نعملوش أنا اليوم ما نعرفش كان غدوة أنا نجم نعمل. وخذاه المبادرة، والحمد لله اللي خذاها توا تونس يعني تنعم بهالإنجاز الكبير بين الأمم. ربي معنا وربي يعاوننا، وإن شاء الله بتضامننا جميعا نواصلوا في رفع علم تونس عاليا بين الأمم. وأنا وما ذاك على الله بعزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.